خلينا نطلع نشوف زميلنا كريم احمد عامل لنا لقاءات جامده جدا من المغرب، نطلع نشوف ماذا قال مروان عطيه عن وجوده في كاس العالم ونرجع نكمل. بجد تحيه لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي، وتغطيه خاصه كالعاده على شاشه قناه النادي الاهلي. الاجواء كواليس بعثه فريق النادي الاهلي المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه في المغرب، امور وكواليس كثيره جدا، ويمكن الحقيقه معانا واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بنتمنى له كل التوفيق، والكل منتظر منه اداء واسلوب وشخصيه كبيره جدا كعادته. طبعا مروان عطيه واحد من نجوم النادي الاهلي اللي ظهر بشكل اكثر من رائع خلال الايام الماضيه. مروان برحب بيك، موفق دايما يا رب ان شاء الله باذن الله، وعندك يعني مهمه كبيره مع كل نجوم النادي الاهلي، كاس العالم للانديه حلم كبير لكل لعيبه النادي الاهلي، وكل لعيب بيحاول ان هو يشارك في هذه البطوله. كيف ترى المشاركه وشايف الامور بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، اولا برحب بحضرتك وبرحب بالكلام الجميل اللي انت قلته دوت، وان شاء الله طبعا اكيد احنا رايحين نعمل حاجه يعني السنه دي، ورايحين ناخد مركز يعني باذن الله زي البطولات اللي فاتت، البطولتين اللي فاتوا، ويعني رايحين مصممين على مركز اول او تاني، مش رايحين بقى نفكر في تالت، رايحين ان شاء الله نفكر في مركز اول ولا تاني. وان شاء الله دي البطوله دي في المغرب يعني بلد عربيه، فتحس ان انت يعني شبه اجواء مصريه، فدوله عربيه شبه كده، فان شاء الله تبقى الامور قريبه يعني ان شاء الله ونحقق حاجه كويسه. عايز ارجع معاك ورا شويه مروان للاتحاد السكندري ودوره الكبير جدا معاك، لان هو يوصلك لهذه المرحله وان هو يخليك متواجد في النادي الاهلي. اولا دور كبير جدا للجمهور، لمجلس الاداره، للاعبين، الفتره دي مثلت لك ايه وازاي قدرت ان انت توصل لهذه المرحله مروان؟ اكيد طبعا انا قضيت حوالي 11 سنه في نادي الاتحاد، شرف كبير ليا طبعا، انا كنت من النادي وتربيت في النادي، وبشكر طبعا الرئيس محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وقف في ظهري كتير وساعدني ان انا امشي بشكل كبير جدا، وبشكر اللعيبه زمايلي ساعدوني ان انا اظهر بشكل كويس، لولاهم برده ما كنتش ظهرت، ما فيش لعيب بيلعب لوحده في الفرقه. وبشكر طبعا جمهور نادي الاتحاد السكندري طبعا اللي هو كان بيدعمني في كل فتره وفي كل ماتش كنت بلعبه، سواء كنت كويس او ما كنتش كويس كانوا بيدعموني بشكل كويس، يعني بشكرهم جدا، ومن خلالك بقدم لهم رساله وبشكرهم وبقول لهم شكرا على الايام الجميله اللي انا قضيتها معاكم. يعني لنادي الاتحاد للنادي الاهلي، نادي الاتحاد قيمه كبيره كالعاده، والنادي الاهلي الحقيقه قيمه اكبر، بيشارك في البطولات، نادي القرن كالعاده. استقبال اللعيبه ازاي في اوضه اللبس؟ لان انت عارف اليوم الاول في النادي الاهلي بيبقى فيه صعوبه شويه، لكن على ما اعتقد اللاعبين الكبار والكباتن الكبار في النادي الاهلي بيسهلوا الامور دي بالنسبه لك. مين اول واحد استقبل مروان وكلمه وقال له ايه؟ لا والله يعني انا كنت جاي برضو مفكر ان هيبقى فيه صعوبه وكده، بس لا، انا من ساعه ما دخلت النادي ودخلت اوضه اللبس اللعيبه كلها، يعتبر ثلاث ارباع اللعيبه يعتبر معايا في المنتخب، وقابلتها في المنتخب كتير واتصاحبت عليها، وما بيني وما بينهم يعني علاقه طيبه جدا، فحسيت ان انا مش غريب، ومن اول ما جيت في النادي طبعا سواء لعيبه اعرفه او ما اتعاملتش معاه قبل كده اتكلم معايا بشكل كويس، واستقبلوني كلهم بشكل كويس يعني، والحمد لله يعني قدرت اخش في الفرقه بسرعه. كاس العالم مختلف، يعني بطوله الدوري طبعا ليها اسلوب، وكاس مصر افريقيا، لكن كاس العالم مختلف، محتاج مجهود كبير جدا، محتاج تركيز، محتاجين ان احنا نوصل لابعد حد، لان ده جمهور النادي بيحلم بيه. شايف المباراه الاولى ازاي اوكلاند سيتي، الاستعداد، رغبه اللعيبه، فكر اللعيبه ازاي مروان في هذه المرحله؟ لا بفكر ان شاء الله، بنفكر ان شاء الله اللي احنا نعمل مركز كويس ان شاء الله، ونعمل حاجه للنادي ان شاء الله باذن الله، واحنا من اول ما ركبنا الطياره واحنا مركزين يعني، ورايحين ان شاء الله نبقى ما نبقاش ضيف شرف وخلاص، لا رايحين نحقق مركز كويس ونرجع ونفرح الجمهور والنادي باذن الله. مش هطول عليك، جمهور النادي الاهلي بيساند ويدعم كالعاده، لكن دوره كبير جدا الفتره اللي فاتت، ظهرته باداء اكتر من رائع، غيابات، اصابات جمهور النادي الاهلي ورا لعيبه النادي الاهلي، شفت اللحظه دي ازاي مع جمهور النادي؟ ما هي دي بتبقى احلى حاجه في النادي الاهلي وجماهيره، اللي هم على طول في ضهر الفريق وعلى طول في ضهر النادي، سواء في اي فريق يعتبر في العالم ما بيبقاش حلو على طول، ما بيبقاش وحش على طول، بيحصل له دروبات اوقات، فالجماهير من النوع اللي هي على طول في ضهر النادي، في ضهر اللعيبه، في ضهر كل لعيب، وبيدعمه بشكل كبير، وان شاء الله نبقى قد الدعم ده، وان شاء الله ونفرحهم، وان شاء الله ونرجع بميداليه كويسه باذن الله. حبيبي ربنا يخليك، الله يعزك. بنشكر اكيد نجم نجوم الحقيقه النادي الاهلي مروان عطيه، اللي بنتمنى له كل التوفيق الفتره القادمه، وتحديدا في هذه البطوله، في اصرار كبير، في روح كبيره جدا، في عقليه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح، ويستطيع النادي الاهلي كالعاده ان يسعد الشعب المصري وجمهور النادي الاهلي.